بسم الله الرحمن الرحيم. إلى روح المرحومة الحاج أبو يحيى زوجة الحاج أخونا أبو يحيى التي من قبل ثلاثة أو أربعة أيام انتقلت إلى رحمة الله، وإلى أرواح موتاكم أجمعين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مشفوعة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبلها أود أن أشكر الحاج، تكرم علينا اليوم بوقت إضافي، يعني 5 دقائق أمس خدم عندنا 10 دقائق، اليوم أعطانا 5، شكرا لك. الثانية يرحمكم الله. اللهم صل على محمد. على حب الحسن والحسين أعيدوها ثالثة. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله علي وعلى أهل بيتك المظلومين الطاهرين، صلى الله عليك وعلى أصحابك الميامين يا ابن رسول الله وابن أمير السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. زور الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. السلام على الحسين وعلى حسين يا حسين، حسين يا حسين، بعد حسين يا حسين يا أبا عبد الله،
والأولاد
إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير وهم يوزعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق مولانا النبي الكريم. من أجل تعجيل فرج ولي الله عطر المجلس بالصلوات. نعيش هذه الليلة أيها الأخوة والأخوات ليلة أنصار الإمام الحسين سلام الله عليه. ذكرى هذه الشهادة وهذا الفداء وهذه التضحية الكبيرة التي بهذه الشهادة دخلوا هؤلاء الرجال إلى أوسع أبواب التاريخ وأبقاه. دخلوا بكلمة الإمام الحسين سلام الله عليه الذي قال فيهم: وإني لا أعلم أصحابا أوفى وخير من أصحابي ولا أهل بيت أوصل من أهل بيتي. هؤلاء الذين استطاعوا أن يتغلبوا على أنانيتهم وعلى أنفسهم وعلى غرائزهم واستطاعوا أن يقدموا هذه الأرواح رخيصة في سبيل الله، عندما عاشوا ورأوا الإمام الحسين سلام الله عليه وهو إمام الزمان في ذلك الوقت قد احتاج إلى من ينصره، فقدموا الأرواح رخيصة في سبيل نصرة الحسين سلام الله عليه ووصلوا إلى رضا الله سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع الشهداء مع الأنبياء مع الصالحين. فهنيئا لهذه العصبة وهنيئا لأولئك الرجال الذين استطاعوا على ندرتهم أن يسطروا ويكتبوا بحروف من دم تاريخ الشهادة وتاريخ الفداء وتاريخ البطولة، وأولئك الآلاف الذين قابلوهم في ذلك المعسكر، معسكر الطاغية عبيد الله بن زياد ويزيد بن معاوية، الذين عاشوا لغرائزهم عاشوا لشهواتهم، لم يستطيعوا أن يتغلبوا على تلك الحاجات البسيطة والغرائز البسيطة ليقفوا الموقف الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لهم، ونحن نستذكرهم اليوم وهم قد استشهدوا من قبل 1400 سنة. إذن هؤلاء استطاعوا أن يعملوا شيء ونصروا إمامهم، ونحن في كل ليلة في محرم ماذا نقول؟ يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. نحن ليس معهم، هم من قبلنا عاشوا قبل 1400 سنة، نحن ليس معهم، نحن هنا، نحن نعيش اليوم.
الحسين لم يكن إمام زماننا، نعم هو إمامنا، ولكن هو ليس الإمام الزمان الآن. من هو إمام زماننا؟ الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. إذا نحن نتمنى أن نكون مع الحسين. سؤال: هل لو كنا في زمن الحسين لنصرنا الحسين سلام الله عليه؟ الناس كثر في زمن الإمام الحسين، الناس بالملايين كانت في زمن الإمام الحسين، ولكن الذين نصروا الحسين 73 شخص فقط أو أقل، أو على أكثر الروايات 100 ونيف. إذا لو كنا نحن مع الحسين هل ننصره؟ في أي معسكر سنقف؟ في معسكر عبيد الله بن زياد أم في معسكر الحسين سلام الله عليه مع تلك القلة؟ هذا سؤال لا نستطيع أن نجيب عليه باعتبارنا ليس في زمن الحسين، لم نبتلى بالحسين، ولم نختبر، ولم نمتحن بالحسين لنرى أننا سننجح أم سنفشل في ذلك الاختبار. ولكن السؤال المهم: نحن في زمن إمام يحتاج أن ننصره، ألا وهو الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء. هل نحن مع الإمام؟ الحسين له أنصار، هل نحن أنصار الإمام سلام الله عليه؟ هل نحن مع الإمام؟ هل نسير في الجادة التي يسير فيها الإمام؟ أم نحن على عكس النقير من الإمام سلام الله عليه؟ أجيب على هذا التساؤل في 3 محاور. المحور الأول: كيف نستفيد من القرآن الكريم في الوصول إلى الواقع الذي نحن فيه؟ المحور الثاني: كيف أو ما هي أسباب نصر الإمام المهدي عجل الله فرج الشريف؟ والمحور الثالث: ما هو واجبي اتجاه نصرة الإمام؟ هل عملت بتكليفي أو أعمل بتكليفي أم لا؟ للإجابة على السؤال الأول: كيف نستفيد من القرآن الكريم في واقعنا المعاش وفي قضية الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه؟ أيها الأخوة، القرآن الكريم كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربك. إذن هذا الكتاب للناس جميعا، هذا الكتاب ليس للنبي والصحابة في زمن النبي، هذا الكتاب ليس للأئمة فقط، هذا الكتاب للناس جميعا، وهذا الكتاب يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهو نور يستطيع الإنسان إذا قدمه أمام أن يسير بنور، وإذا خلفه وراء ظهره يسير في الظلام. إذا القرآن لنا، إذا كان القرآن لنا ولزمننا، كيف نتعامل مع القرآن؟ الآن هل نستطيع أن نوظف القرآن إلى قضايانا، إلى شأننا، إلى الأحداث التي تحدث في المنطقة أم لا؟ إذا أخذنا بالقرآن من قبل 1400 سنة فما فوق، وأخذنا بتفسير الصحابة الذين فهموا القرآن فهما يتناسب مع عصرهم، فنحن لم نخاطب بالقرآن أبدا، لأن الذين خطبوا بالقرآن هم الصحابة، وهم فهموا القرآن حسب وعيهم وحسب عقولهم. أما أنا كيف أفهم القرآن؟ القرآن نحن نقول صالح لكل زمان ومكان، القرآن غض طري كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، وهو لكل أمة ولكل زمان. إذا كان القرآن كذلك، كيف أنا أعتمد على فهم إنسان قبل 1000 سنة واحد فسر القرآن؟ خذاك فهمه، يقولون فهم الإنسان حج عليه،
يحاسب عليه، ولكن فهمي أنا وإنت، فهمك ليس حج علي ولكن فهمي حج على نفسي. إذا لابد أن نتعامل أيها الأخوة مع القرآن كأنه نزل علينا. تعجبني هذه القصة إلى إقبال اللاهوري، سامعين بي؟ هذا فيلسوف مسلم باكستاني من لاهور. إقبال اللاهوري، طبعا هذا فيلسوف ومثقف وأديب وشاعر الرجل، وكاتب له كتابات عملاقة، يقول: كنت طفل أنا وكنت أتلو القرآن، أبوي متدين معلمني القرآن وعالم دين ظاهرا. يقول: دخل علي في يوم أبي وأنا طفل صغير أتلو القرآن، عمري بعد 10 سنوات أقل أكثر. يقول: دخل، طبعا أنت عندما تدخل إلى البيت وتجد ولدك، ابنك، بنتك، زوجتك يقرأ القرآن، ينشرح قلبك، تقول: الحمد لله ولدي يقرأ القرآن أو بنتي. يقول: عندما دخل أبي سألني، قال: بني كيف تقرأ القرآن؟ يقول: أنا سكتت، ما عرفت أجاوب كيف أقرأ القرآن، أقرأه هكذا، ما جاوبت، قلت: لا أدري، ولكن كيف أقرأ؟ الولد سأل أبي، قال له: اقرأ القرآن كأنما نزل عليك، مو نزل على النبي وعلى الصحابة وعلى القدامى، اقرأ القرآن كأنما نزل عليك. عندما يقول الله: يا أيها الذين آمنوا، كن أنا أشعر من الذين آمنوا، يا أيها الإنسان، أشعر أنا الإنسان، عندما يدعوني إلى أمر، أشعر أنا الذي واجب علي أن أطبق أو أنتهي. نحتاج أيها الأخوة أن نقرأ القرآن كأنه نزل علينا وليس نزل على الآخرين. إذا تعاملنا مع القرآن بهذه الروحية نستفيد من كتاب الله، نستطيع أن نوظف آيات الله إلى الواقع الذي نحن نحتاجه ونحن نعيش به. أما إذا أردنا أن نعتمد على فهم الصحابة للقرآن، بالحقيقة كثير من الأشياء يفترض نتوقف عنها. الآن في زمن الصحابة أكو أنترنت؟ ما أكو. أكو تليفون؟ ما موجود. في طائرة؟ ما موجودة. وسائل الاتصال أو وسائل التجارة أو الحروب أو النووي، هذا كل مكان موجود. كيف أوظف القرآن لأستفيد منه في أحكام الحياة الحديثة؟ أنا ما يصير أن أفتهم القرآن بجمود كما افتهموه الصحابة أبداً، لابد لي فهمي. نعم، مع الاحتفاظ بالثوابت، القرآن فيه ثوابت على مستوى العقيدة أو على مستوى الشريعة، هذه الثوابت ثابتة لا يستطيع أحد أن يتلاعب بها. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المؤمن يستفيد من المتشابه، يرجعه إلى المحكم فيستفيد من القرآن. خلي نضرب مثال في هذا الصلاة، مثال سليمان، نبي الله سليمان عليه السلام عندما تفقد الطير ولم يجد مع الطير الهدهد وتفقد الطير، قال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا. قال: وين هذا؟ ولكن إذا جاءني، إذا أتاني بخبر يقين أترك الطير. هذا الهدهد جاء، شنو وجد؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يعبدون الشمس أو يسجدون، نعم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الهدهد وجد قوم
تملكهم امرأة ولكن لا يعبدون الله، يعبدون شو؟ لمن يسجدون للشمس، يعني يعبدون الشمس. أنا هذه الآية في ذلك الزمن يفهموها شيء، يعبدون الشمس. الآن أنا كيف أستفيد من هذه الآية المباركة في فهم الواقع اللي هو حولي يدور؟ لماذا يعبدون الشمس؟ الشمس شنو هي؟ مصدر الطاقة، الشمس مصدر الحرارة، الشمس مصدر النور. الآن في الكرة الأرضية أكو ناس تعبد الطاقة لو ما في، بالعكس الآن لعله 90% من الأرض تعبد الطاقة. الآن الحرب عليه من القائمة، القتل والحروب والدماء وتهديم الدول بكاملها عليه من قائمة؟ على الطاقة بالحقيقة. الآن الطاقة النووية هي مصدر قوة الدول، الدول اللي عندها طاقة نووية هذه دول تستعمر وتقتل وتذبح لأنها لديها الطاقة، لديها القوة. بعد القوة شنو هي؟ مصدر القوة ومصدر الطاقة النفط والذهب. الآن دولنا يعني ايش تصور ليش جاي تتهدم وتقتل هذه الدول؟ أكو أيديولوجيات دينية ولكن أكثرها قضايا الطاقة والاقتصاد والنفط. إذن أنا أستطيع أن أوظف القرآن، وإذا فهمت القرآن بهذا الفهم أسعى إلى تحصيل القوة، بدل ما أظل خالي إيد على إيد أروح أشوف مصادر القوة. شنو مصادر الطاقة؟ شو اللي أقدر أنا الآن كإنسان أملكه حتى أتقوى على أعدائي؟ إذن القرآن بالحقيقة يسير مع الإنسان، القرآن يعاصر الإنسان. الله سبحانه وتعالى يكلفك بفهمك وعقلك السليم. طبعا مو كل واحد يجي يقول أنا أفهم من القرآن هكذا، لا لا، لابد من مقدمات تتوفر. يعني عالم الدين اليوم، المرجع اليوم يختلف عن المرجع قبل 500 سنة، فهمه فتاوى تختلف، أمور كلها دراسات كتابات تختلف عن ذلك العالم، لأن عقل اختلف، الحياة اختلفت، وسائل الحياة، حاجات الإنسان اختلفت. فلذلك عندما أفهم القرآن فهما يتناسب مع الواقع، إذا أنا استفدت من كتاب الله وأصبح لي هدى وأصبح لي نورا. هاي المقدمة الأولى. ثانيا، الإمام المهدي سلام الله عليه كثير من الناس يشكر يقول كيف للإمام أن ينتصر؟ كيف الإمام ينتصر؟ الآن العالم يملك النووي، والعالم يملك الصواريخ عبر للقارات والأسلحة، الإمام كيف يعني يطلع يحارب بسيفه مثلا؟ هل من المعقول ينتصر الإمام؟ حقيقة احنا نحمل نفسية مهزومة في داخلنا. الإنسان إذا انهزم من داخله لو جبت له كل جيوش العالم بعد ما تفيد ما يوقف أبدا، لأن هو مهزوم. أما الإنسان اللي بداخله قوي هذا الإنسان لا ما ينهزم. أنت شوف أضرب لك مثال من القرآن أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، القرآن يخاطب النبي والصحابة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل قليلين مساكين، ما عندكم لا سلاح لا أموال لا رجال لا حتى سيوف ما كان عندهم، أغلبهم بالعصي قاتلون. ولكن عندما كانت قوة داخلية وعقيدة وإرادة سددهم الله سبحانه وتعالى ونصرهم الله، لأنهم نصروا الله سبحانه وتعالى. ومن ينصر الله ينصره، الله سبحانه وتعالى ينصر من يقدم ويبذل في سبيله. إذن القضية مو قضية بيش قاتل، هناك من الوسائل الكثيرة. احنا نصور الإمام بمن يقاتل، أي واحد يقول له الإمام كيف يقاتل، من هم أنصار الإمام، يقول لك 313 واحد. عجيب، الإمام يخرج ويظهر بعد هذه الغيبة الطويلة التي لا نعلم لعلها بعد آلاف السنين، ويظهر الإمام سلام الله عليه يظهر ويقاتل ب 313 واحد فقط.
صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نحن أيها الأخوة نحتاج أن نقرأ، الحقيقة نحتاج أن نقرأ ونتدبر بكتاب الله وأحاديث النبي الأكرم وأحاديث أهل البيت وكتابات العلماء، حتى الواحد ما ينهزم من داخله ويكون على يقين بأن الله معاه. أنا أعتقد عندي عقيدة راسخة أن الإمام موجود وسينصره الله. إذا هذه طالما عندي هذه العقيدة لا أنهزم، لا أجد لي مبررات شلون وكيف والإمام ضعيف والقوة النووية الآن موجودة. أنا أضرب لك مثال في قضية بلقيس عندما جاءوا بعرشها إلى سليمان ونكروا العرش وقالوا ادخلوا الصرح، فكشفت عن ساقيها. شنو كشفت عن ساقيها؟ أنا شفتهم من هذا الوضع، يعني غلبت، يعني انهزمت، يعني استسلمت أمام جبروت وقوة وعلم سليمان عليه السلام. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في معركة بدر، وهناك رأي في معركة أحد، الله سبحانه وتعالى عندما رأى النية الصادقة عنده وعند أصحابه أمده بالملائكة: يمددكم بثلاثة آلاف من الملائكة مردفين وعلى آية منزلين. إذن رب العالمين وسائل كثيرة، لا تتصور أنت هاي 313 ينتصر بها الإمام. الروايات عن أهل البيت سلام الله عليهم تقول: أول جنود الإمام هم الملائكة، الله سبحانه وتعالى يمده بالملائكة من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله الملائكة، كما مد النبي بالملائكة يمدده بالملائكة. ليش بس النبي مد بالملائكة؟ الآية اللي بدأت بها المجلس شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الجن مو بس ملائكة، حتى جن. الله سبحانه وتعالى جعل في جيش سليمان الجن، وجعل الملائكة، وجعل الإنس، وجعل الطيور مع سليمان. إذن الآية القرآنية تقول في آية: ولا يعلم جنود ربك إلا هو. رب العالمين ما ندري شنو الهواء جندي من جنود الله سبحانه وتعالى، البرق والغيوم جنود لله سبحانه وتعالى، الأرض تصبح جندي تخسف بالمجرمين فتصبح جند لله سبحانه وتعالى. كل شيء في هذا الكون يستطيع رب العزة أن يسخر ويجعله جندي بيده. إذن الإمام سلام الله عليه أول جنود الملائكة هم جنود الإمام. بعد يقول: تفتح له خزائن السماوات والأرض. ماكو شيء إلا تفتح خزائن السماوات والأرض أمام الإمام، لأن الله سبحانه وتعالى وعد على نفسه أن يحقق هذا الأمر في الأرض، ولا بد لله أن يفي بوعده. الله سبحانه وتعالى أراد: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. رب العالمين مو أنت ومو أنا الخائفين، مساكين منكسرين من داخلنا. الله القوي، الله العزيز، الله الذي لا يقف بوجه إرادته شيء. سليمان عليه السلام عندما أراد أن يأتي بعرش بلقيس شنو سوى؟ راح مشي ودز لجيش مثلا وقالهم جيبوا العرش وحاربوا. بسم الله الرحمن الرحيم: قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن
أنا آتيك بعرشها قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. شقد الفترة يقولون اللي جاء بيها عاصف هذا الرجال اللي عنده علم من الكتاب، مو علم الكتاب، علم من الكتاب، شقد استغرقت ثواني قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن ترمش حيلك هكذا تطبق وتفتح. يقول سليمان بمجرد غلق عينه وفتحها وإذا عرش بلقيس أمامه. فلما رآه مستقرا عنده بمجرد فتح عينه شاف هذا العرش كل أمامه. شنو هالقوة هذه؟ شنو هالسرعة هذه؟ يقول لحد الآن العلماء ما يجدون تفسير لمدى وحجم السرعة التي جاء بها العرش. هذا شنو العلم اللي عندك؟ علم من الكتاب، مو علم الكتاب، الإمام عنده علم الكتاب. علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول هذا الكتاب الصامت، القرآن كتاب الله الصامت، وأنا كتاب الله الناطق. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن أحد الجنود للإمام المهدي سلام الله عليه هم الملائكة. الله يمدده بالملائكة وينصره بالملائكة وينصره بكل ما في هذه السماوات والأرض من قوة ومن جنود. أنت لا تخاف، لا تخشى، لا تقول أنا لوحدي، معاك الله سبحانه وتعالى، معاك الملائكة، معاك قوة الجبار القوي الذي لا يغلب أو لا يغلب وهو الله سبحانه وتعالى. بعد أيضا مما يعطيه الله سبحانه وتعالى ما عنده من علم الكتاب، الإمام يقول يأتي بعلم جديد. الناس ما عندها شيء من العلم، الإمام يأتي بالعلم الذي في داخل كتاب الله، هذا الكتاب الذي هو نور. من يقرأ القرآن، احنا كل احنا شايفينها، من يستوعب القرآن، من يجعل القرآن هادي ودليل، يتنور عقله في كل شيء. انت شوف علماءنا الآن ولله الحمد، مراجعنا علماءنا بالحقيقة يقعد ويا الطبيب يشوف عنده معلومات طبية، يقعد ويا المثقف في أي قضية ناقشة عنده علم. تستغرب، أقول لكم قصة عن السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، محمد باقر الصدر الأول، كتب كتاب الأسس المنطقية في الاستقراء، إذا واحد سامع به. هذا كتاب حقيقة هو كتاب فلسفة وكتاب رياضيات بنفس الوقت، لحد الآن ما حد يقدر ولا يستطيع أن يدرسه، ناهيك عن أن يكتبه، إلا فصول من عنده في بعض الجامعات تدرس. يقول هذا إجا واحد مصري عالم بالرياضيات، عالم كبير بالرياضيات، قرأ الكتاب قال أنا أريد أشوف هذا العالم اللي كتب هذا الكتاب شنو، هذا وين واصل بالدراسة، شو دارس. يقول إجا إلى بغداد سأل قال أريد محمد باقر الصدر، قالوا له هذا موجود بالنجف، عالم دين، قالوا عجيب. إجا للنجف يقول أنا هذا الرجل المثقف الدكتور المصري يقول اتصورت راح ألزم سرى يومين ثلاثة أربعة مواعيد حتى أوصل إلى محمد باقر الصدر. قلت هذا فيلسوف فد عالم ضخم ما راح عنده مجال يقابلني. يقول سألت بالنجف محمد باقر الصدر وين، قالوا عنده بيت مالطين في مقبرة النجف تقدر تروح له. عجيب. فيقول ذهبت إلى بيت السيد الصدر، فعلا دخلت التقيت به قلت له انت الصدر؟ قال نعم. قلت له انت كاتب هذا الكتاب الاسس المنطقيه للاستقراء؟ قال نعم. يقول قلت له ماذا درست؟ شنو دراستك الاكاديميه؟
شنو عندك بروفيسور دكتوراه مثلا شنو اللي عندك؟ يقول قال لا ما عندي يعني انا خلص سادس ابتدائي فقط يعني شهادة ابتدائية. يقول قلت له مستحيل مستحيل انسان ما مخلص دراسات عليا يقدر يفتهم هذا الكتاب فضلا عن ان يكتبه. يقول تبسم ضحك السيد قال اسأل ما تريد. فيقول كنت قبل ان انتهي من سؤالي يجيبني. علماءنا الانسان عندما يكون مع الله عندما يفتهم كتاب الله عندما يفتهم كلام النبي الأكرم يتنور عقل بنور الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن نور الله جعله ينور به العقول والدروب. بس مشكلتنا بعيدين عن القرآن، مشكلتنا ما نتعامل مع القرآن، مشكلتنا ما نقرأ القرآن. احنا الآن مع الأسف لو أي واحد تكلف تقول له أقرأ قرآن يقرأون 5-6% اللي يقولون صحيح قرآن، الباقي يقول لك ما أعرف أقرأ. يا أخي أنت عربي وهذا القرآن عربي وكتاب إليك الله أنزل، ليش ما تعرف تقرأ عربي؟ ليش ما تتعب نفسك؟ الآن أنت أي قضية تريدها تروح تشتري وتبيع، يومين تتعلم شلون تشتري وتبيع والتاجر. وهذا القرآن دينك، هذا القرآن ينفعك في الدنيا والآخرة، ليش ما تتعلمه؟ ما يبطي وقت. إذن إحنا بعيدين عن نور الله سبحانه وتعالى. اللي يبحث عن النور يجده. بعد من أنصار الإمام سلام الله عليه مجموعة من المؤمنين نذروا أنفسهم لدينهم، نذروا أنفسهم لعقيدتهم، أخلصوا لله سبحانه وتعالى كما أخلص أنصار الحسين لله وللحسين سلام الله عليه. الروايات تقول أصحاب الإمام، هناك أصحاب الإمام وأنصار الإمام، تختلف القضية. أصحاب الإمام اللي هم 313 شخص يقول هؤلاء القادة، القادة اللي راح يستلمون زمام الأمور عندما يظهر الإمام، هذول كلهم رجال؟ لا. أيها النساء، الرواية تقول 50 امرأة من قيادات الإمام. المرأة يجب أن تعد نفسها، لأن هناك 50 امرأة هم من هؤلاء 313 سيكونن قائدة وقائدات في زمن الإمام عندما يظهر سلام الله عليه. ولكن لو أتينا إلى السؤال الثالث، هل أنا من أنصار الإمام سلام الله عليه؟ أولئك أنصار الحسين، هل أنا من أنصار الإمام عندما أقول يا ليتنا كنا معكم؟ الآن القضية أمامك، ما تحتاج أن تتمنى يا ليتنا، الآن الإمام صاحب العصر موجود، خل أشوف نفسي أنا من أنصار أم لا، حتى أعرف نفسي أنا من أنصار الإمام. إذا ظهر الإمام أنا سأكون أمام معه أم سأحاربه؟ أعلم كثير من عدنا، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أنصار الإمام وجميع المسلمين إن شاء الله من أنصار الإمام، ولكن الواقع كثير من المسلمين ستكون سيوفهم بوجه الإمام ضد الإمام، كما كان الكثير منهم ضد الحسين سلام الله عليه. أنا قلت لا، فالقضية تفوت في هذا البحث، قلت أصحاب الإمام 313، أما أنصار الإمام فهم كثر. على رواية تقول عندما يظهر الإمام في بيت الله الحرام ويبايع هناك، يبايعه حتى يبلغ العدد 20,000، بعد أن يبلغ العدد 20,000 يسير الإمام سلام الله عليه في طريق الفتح. إذن هل أنا من 313 من القادة أو من الأنصار على أقل تقدير، أو أنا من الذين سيواجهون الإمام أم من الذين سيقعدون على التل يقولون ليس معك وليس ضدك؟ كيف أعرف نفسي؟ هو هذا المهم بالحقيقة من البحث.
المهم أيها الأخوة مو أن أعرف الإمام اليوم يظهر سلام الله عليه أو بعد سنة أو لعله بعد ألف سنة، ما ندري، هذا أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى. الإمام غيبته غيب من عند الله وظهور غيب من عند الله، ماكو واحد يقدر يقول الإمام يظهر بعد سنة بعد سنتين بعد عشرة. اعلموا ترى اللي قبلنا قبل 200 و300 و500 سنة أيضا كانوا يتوقعوا أنهم يدركون الإمام وسيظهر الإمام ولا ينظرون إليه، ولكن ماتوا وماتوا أجدادهم وآبائهم ولم يظهر الإمام. أنا ما هو تكليفي سواء ظهر الإمام فأفلح بالنظر إلى وجهه وأعيش في دولته، أم لم يظهر الإمام وأنا أديت تكليفي الذي علي؟ هذا المهم. المهم أعرف ماذا أعلم، المهم أعرف أنا من أنصار الإمام أم لا. كيف؟ قد واحد يسأل كيف أعرف أنا من أنصار الإمام أم لا؟ خل أشوف أنا أنسجم مع أهداف الإمام. ما هي أهداف الإمام؟ ماذا يروى عن النبي والأئمة كلهم؟ ما هي أهداف الإمام؟ متى يظهر الإمام؟ بعد أن تملأ الدنيا ظلما وجورا، عندها شنو ماذا؟ يظهر الإمام فيملأها قسطا وعدلا. وين أنت مع القسط والعدل؟ إذا كنت تسير مع القسط والعدل فأنت تسير في الطريق الذي يسير فيه الإمام، وإذا كنت أنت ضد العدل وضد القسط وكنت أنت تسرق وكنت أنت تظلم، هل من المعقول الظالم يكون مع الإمام؟ هل من المعقول غير العادل يكون مع الإمام؟ إخواني ترى الظلم والعدل مو لون مو صبغ، هذا أبيض صبغه أسود بكرة، القضية سهلة. هذا الحيط الآن أبيض، نجيب صبغ أسود نصبغه صار أسود بلحظات. الإنسان هكذا طباعه وأخلاقه وسجاياه هكذا تتغير. أنا اليوم ظالم بس بكرة إذا طلع الإمام أصير عادل، أعطي الناس حقوقها، أصير خوش آدمي. يصير هذا؟ تقدر باكر أنت تتحول من ظالم إلى عادل؟ أبدا. إذا كنت أنت تحب العدل وأنت عادل وأنت تحب الحق وأنت حقاني وأنت لا تظلم الناس ولا تبخس الناس ولا تكذب ولا تسرق، فأنت مع الإمام سواء ظهر الإمام أم لم يظهر، فأنت أديت ما عليك وما يريد الله وما يريد الإمام. هذا الشرط الأول. الأمر الثاني أيها الأخوة، نرجع إلى حديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع وفي كل خطبه عندما كان يشير إلى أن نتمسك بأمرين، يقول: وإني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. شنو؟ كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. أن تتمسك بكتاب الله، هذا الأمر اللي تحدثنا عنه سابقا، وأن تتمسك بالعترة الطاهرة. كيف أتمسك بالإمام؟ الآن أنا صاحب العصر والزمان، إمامي من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا الحديث سنة وشيعة، اللي يموت ما يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هسه واحد يريد يكون إمام الملك الفلاني، خلي يكون هو ويا الله حشرة. ومرة أنا أعرف إمام زماني، أعرف إمام زماني معصوم من سلب، معصوم من أثر النبي أشار إليه النبي الأكرم والقرآن، فأتمسك به. إذا تمسكت بالقرآن وإذا تمسكت بصاحب العصر والزمان، إذن أنت على الهدى الذي يريده الله سبحانه وتعالى. التقوى. الأمر الآخر أن أكون تقياً.
أتق الله، أطيع الله، أحب الله سبحانه وتعالى. شوف القرآن ماذا يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. بمجرد تكون تقيا الله يعلمك، لا تحتاج تتعلم. التقوى هي المدرسة الكبرى. بمجرد تكون تقيا ينورك رب العالمين. واتقوا الله ويعلمكم الله. الإنسان إذا كان تقيا الله يفتح له أبواب رحمته، الله يفتح له أبواب علمه، الله يفتح له أبواب قوته. ولذلك الإمام سلام الله عليه عندما يظهر قويا لأنه متقي الله سبحانه وتعالى. الله الذي يعلمه، الله الذي يوفقه، الله الذي ينصره. عندما ننصر الله في كل مواقف الله سبحانه وتعالى ينصرنا، حتى لو كنا قليلين، حتى لو كنا ثلة بسيطة فقراء. بسم الله الرحمن الرحيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله يؤيد بنصره من يشاء. علينا أن نتمسك بكتاب الله، علينا أن نعرف أهل البيت هؤلاء الذين أذهب الله سبحانه وتعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. علي أن أعرف صاحب الأمر، صاحب الزمان، الإمام المفترض الطاعة. علي أن أثق هذه الثقة لا تتزلزل طول الفترة والغيبة، لا تزلزل عند الثقة بالله والثقة بصاحب الأمر. إذا كنت بهذا المستوى فأنت تسير في ركب الإمام. ظهر الإمام أم لم يظهر، أديت ما عليك، أديت ما عليك، ونصرت الله ورسوله والإمام عندما تسير بهذا الركب. وكذلك أنصار الحسين سلام الله عليه عندما ساروا مع الحسين وهم على علم بأن الحسين لن ينتصر. صلوا على محمد وآل محمد. تقدموا للموت، يعلمون أن الحسين مغلوب، يعلمون أن الحسين سيستشهد سيقتل، يعلمون أنهم سيقتلون وتقطع رؤوسهم، ولكن أدوا ما عليهم من التكليف وساروا إلى الموت وهم يتسابقون إلى الموت. ولذلك الإمام الحسين سلام الله عليه في ليلة العاشر من المحرم جمع أنصار وإخوانه وأهل بيته وخطب بهم خطبة معروفة. بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه قال لهم: هذا الليل فاتخذوه جملا، فليأخذ كل منكم بيد واحد من أهل بيتي، وسيروا بين هذين الجبلين، فإن القوم إن ظفروا بي له عن غيري. القوم يريدوني، انتم ماكو داعي تموتون، اذهبوا. ماذا قالوا له؟ قالوا له: يا ابن رسول الله، أوللحياه نبقى بعدك؟ احنا نبقى احياء وانت تموت، شو نعمل بالحياه؟ هذول وصلوا الى مستوى اليقين والتعلق بالله سبحانه وتعالى، ولذلك أخذوا يتسابقون على الموت. أخذ يسقط الواحد تلو الآخر من أنصاره، وكل يأتي يسلم على الحسين ويذهب إلى الشهادة. تقول الرواية: حتى وصل الأمر إلى مسلم بن عوسجة، وكان شيخ كبير. هذا الرجل قاتل قتالا شديدا، فلما سقط على الأرض ذهب إليه الإمام الحسين سلام الله عليه ومعه حبيب بن مظاهر، قال له: يا مسلم أبشر بالجنة. حبيب قال له: يا مسلم أبشر بالجنة. قال له: بشرك الله يا أخي يا حبيب. ثم قال له حبيب: يا مسلم، لولا أني أعلم بالأثر، يعني أنا لاحقك راح أموت مثلك، لقلت له: لك أوصني بما أهمك، أوصيني إذا عندك وصايا، ولكن أنا شنو، أنا ميت مثلك بعد لحظات ميت.
ماذا قال له؟ تقول الرواية قال له: يا حبيب أوصيك بالحسين صلوات الله عليه. قال له الإمام الحسين رحمك الله: يا مسلم نصرتنا حيا وأوصيت بنا ميتيا، والله حبيب والله وصلت قربت يا ابن ظاهر منيتي، أنا وما وصيك بعيالي وبيتي، والله بن حسين بن حسين وعياله وصيتي. اي والله شقل له، قل له حبيب تريدني عندي وصية، ايش بيدي حالة عليه المنية، ايش بيدي حالة عليه المنية، انا اوصيك بغريب الغضرية، حسين عنا لا تقصر، اي والله هذا حسين عنا لا يا تقصر. بينما الإمام الحسين عنده وإذا فاضت روحه الطاهرة، أي رحم الله من نادى ومسلما وغريبا وسيدا، لما علمت جارية لمسلم، أكو جارية لمسلم كانت في معسكر الحسين، لما سمعت بأن مسلم قد قتل يقول أخذت عمود من حديد وخرجت في أرض المعركة، لما رآها الإمام الحسين قال أرجعوها إلى الخيمة. أقول سيدي يا أبا عبد الله، جارية لمسلم ابن عوسجة ما تقبل يشوفوها الأعداء، ليتك يا أبا عبد الله حاضر عند زينب ومنات رسول الله والناس تتفرج عليهن، حتى قالت وحداهن والله لقد أخزينا من كثرة النظر إلينا، أولي والله شمال الناس تتفرج علينا. صوتك صوتك والله شمال الناس تتفرج علينا. تصدري وفؤاد يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، نقسم عليك بوجهك الكريم فرج عنا يا الله. اللهم آمنا ولا تفزعنا، نجنا ولا تهلكنا، اللهم تقبل منا هذا القليل بأحسن قبولك يا الله. إخواني الجالسين والسامعين ومن له حق علي ومن أوصاني بالدعاء، اللهم اقضي حوائجهم، يسر أمورهم، شافي مرضاهم،
المؤسسون لهذا المكتب، تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك يا الله. أحد أخوانكم بكرة يعمل عملية، وعملية خطرة، فتح قلب أو قلب مفتوح، ويسألكم الدعاء بحق الحسين صلى الله عليه. نتوجه إلى الله بالآية المباركة لشفائه وشفاء المرضى جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا كاشف كل سوء وبلوى، يا مشافي ويا معافي، شافي مرضى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما المريض المنظور، شافه وعافه واعف عنه بحق حبيبك محمد وآل محمد، إلى شرف النبي والأئمة الأطهار، وإلى موت المؤمنين والمؤمنات والممات على الإيمان، وإلى أرواح موتاكم وموتانا أجمعين، وإلى أرواح الشهداء والعلماء، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مشفوعة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.